كتحتضن رئاسة جامعة عبد الملك سعدي اليوم واحد اللقاء اللي كيشارك فيه لجنة بيت اللي كتشارك فيه وكالة بيت مال القدس المنبثقة على لجنة القدس اللي كيترأسو سيدنا الله ينصرو رئيس اللجنة ديال القدس وأمير المؤمنين. هذا اللقاء اللي غادي يتمحور حول يعني الدعم الدائم ديال القضية الفلسطينية والجامعة جامعة عبد الملك سعدي بصفتها جامعة اللي كتحتضن واحد العدد هائل ديال الطلبة الفلسطينيين، وكذلك كاين اتفاقية اللي توقعت مؤخرا مع جامعة الاستقلال الفلسطينية واللي من خلالها غادي يتم تبادل ديال الطلبة وديال الأساتذة والمشاركة في مواضيع ديال البحث ما بين الدولتين. وشكرا. أتينا اليوم من طنجة بعد يوم شاق وجميل، أتينا إلى جامعة عبد الملك السعدي للقاء حول القدس والقدس محور الصراع والقدس الاهتمام العالمي، وفي نفس الوقت أتينا إلى هنا لنشرح ونضع إخواننا في الأكاديمية وفي هذه الجامعة العريقة بصورة الوضع التي تمر به مدينة القدس الشريف ومن انتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الصابر المرابط في المدينة المقدسة. وسنبدأ كمان لحظات باللقاء، وستكون لنا محاضرة وكلمة ومداخلات حول الأوضاع الداخلية في مدينة القدس الشريف. وشكرا لكم.